طبعا يعني الجميع يتحدث محمد، حتى العدو الإسرائيلي، عن لم يتحقق أي هدف. يعني اليوم سمحت الأمين العام أشار إلى أهداف المعلنة والأهداف غير المعلنة لم تتحقق، لم يتحقق أي منها من هذه الأهداف. نتكلم عن ضياع عسكري، يعني الجميع تابع مسار المعركة، ضياع عسكري وتخبط، قتل للأسرى الذين كانوا بأهم أهداف، يعني أهم أهداف العملية هو تخليص الأسرى أو تحرير الأسرى. تم قتل عدد كبير من الأسرى، لم يكن هناك أي قيادة وسيطرة، فقدان كامل للقيادة والسيطرة. ما زالت الصواريخ تطلق تقريبا وكما المعركة، كما بداية المعركة أو حتى ما قبل المعركة. نتكلم أيضا عن ارتباك في قيادة العملية، وهي النقطة العملية على الأرض والتي رأيناها. كل يوم يقولون أنهم دخلوا في مرحلة ثالثة أو لم يدخلوا عمليا، ما زال نفس نسق ونمط العمليات تقريبا بنفس الإطار وبنفس المستوى. ونتكلم أيضا عن الخسائر، يعني هي خسائر غير متوقعة في العديد وفي الآليات وفي كل هذه المعطيات. طبعا الأسباب يعني هي كثيرة. نتكلم أولا عن ثبات المقاومة قبل أن نتكلم عن فشل العدو. ثبات المقاومة، المقاومة فاجأت الجميع، ربما يعني الحلفاء قبل أيضا العدو بأسلحة طورتها وكانت مناسبة للمعركة المتقاربة للمعركة القريبة، كانت لديها تحضيرات ناجحة، يعني الأنفاق بشكل كامل، كانت كل هذه النقاط من الناحية العسكرية كانت مهمة وأساسية، وحسمت وفصلت موضوع الفشل.